بسبب مشروب الفرح كله مسه الجن. اللي هتسمعوه في الفيديو ده هيصدمكم حرفيا. فرح في الدقهلية يثير الرعب والتساؤلات، هل الموضوع بسبب السحر ولا في أمر تاني؟ واللي حصل بالظبط إن الفرح كان شغال وكل حاجة تمام، وبعد فتح البوفيه وتقديم المشاريب بدأت تحصل حاجات غريبة جدا. أولهم إن العروسة أغمى عليها، الناس قالت ممكن تكون من الإرهاق، وفعلا فوق العروسة واليوم بدأ يمشي تمام، وبعد دقايق بالظبط العريس هو كمان أغمى عليه، وبعد العريس ناس تانية من عيلة العريس والعروسة بدأ يغمى عليهم. وهنا الموضوع ما بقاش طبيعي، بقى في حاجة غلط. واللي أكد ده إن بدأت المعازيم في ناس منهم يغمى عليهم، وناس قامت تتخانق من غير أي سبب، وفي ستات بدأت تشد في شعرها وتعمل أصوات غريبة جدا. وده اللي أكد تماما إن في حاجة بتحصل ليها علاقة بالسحر، وتحديدا من ست موجودة في المكان اسمها زوزة، والست دي لها علاقة بالسحر. وفعلا بعد وجودها بدقايق في الفرح بدأ يحصل كل ده. ولما خلى العريس لاحظ الموضوع جري وجاب شيخ علشان يقرأ قرآن ويطرد أي جن موجود، وبالفعل بدأت ناس تهدى وفي ناس تانية ما هديتش. لكن الأمر الغريب، هل وجود الست الساحرة فقط عمل كل ده ولا الموضوع في حاجة تانية؟ والحاجة التانية إن في ناس بدأت تفسر الموضوع إن مفيش سحر ولا حاجة، وإن في حد حط حبوب هلوسة في المشاريب هي اللي سببت كل ده. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد.